هلا حبايبي، بتمنى الكل يكون بخير. اليوم راح نعمل توقعات الجدي. مرحبا يا برج الجدي. إذا كنت في القناة تضغط على زر الاشتراك، وإذا كنت قديم يعني وكمان تضغط على زر الجرس من شان يصلك كل جديد. وإذا كمان كنت يعني قديم معايا في القناة، تضغط على زر الإعجاب وتخلي لي في الكومنتس، تكتب لي في الكومنتس إذا القراءة مشت معك وبنسبة كام حبايبي. وإذا بدكم يعني أعمل توقعات أخرى، يعني بإختار حجر أو بالأحرف أو بالعشريات. أوكي برج الجدي. أوكي حبايبي، هلأ راح نشوف الجدي. الجدي اللي بصراحة بصراحة الجدي اللي صعب، يعني أول شي راح نشوف العاطفة وبعدين المال. الجدي اللي صعب يعني يحب حدا بصراحة. الجدي اللي بصراحة ما بيوثق كتير في الناس، يعني لازم موت من شان يعني مدة طويلة شوي من شان يثق في إنسان ما، وبشكل كتير بغار. اوكي حبيبي، هلا راح نشوف الجديد. عاطفي. اوكي راح ناخد هاي طاقتك، او لا ما راح اخدها. اوكي ليش يا ريتني اخذ الطاقة اللي كانت قبلها. افرنت كمان الورق انه طلعت لي طاقة بتتكرر بصراحة. كمان كروت الطاقة اخد توضيحات. اوكي حبيبي، اوكي في منكم راح يتزوج لانه طلع لي كارت الزواج، او حدا بيفكر انه يعمل بيت او يتزوج في طاقتكم حبايبي. بس اول شيء طلع اللي راح اخد، اول شيء طلع اللي في طاقتكم يعني حزن، بكاء على الاطلال زي ما بنقول، يعني على الاشياء اللي ماضت، على الاشياء اللي راحت. ليش يا برج الجدي؟ ليش بس الكروت الثانية بتبشر بصراحة بالخير. اوكي هاي طاقتكم، يعني طاقة حزن، اكتئاب، افكار بالليل، يعني بالليل لما تيجي تنام يعني بحس كأنك لما تيجي تنام زي ما عندك الإرهاق، الأرق عفوا حبايبي، يعني ما بتقدر تنام بالليل. بشوف كمان راح تستشفي من هالأشياء والتعلق ما راح يبقى. وكمان فيكم اللي راح يتزوج او راح يجيك عرض زواج، او بتفكر انك تقدم عرض زواج. اوكي حبيبي، كمان يعني راح يموت شي كان مو حلو في الماضي، راح يموت وراح ينبني شيء جديد، وراح تجيك فرصة جديدة، او راح تقدم عرض جديد لانسان ما. راح يموت الأشياء السيئة والأفكار السلبية، راح تموت وما راح تبقى. وشوف كمان الحد والكارما لجانبك، شوف إذا عندك كارما. بصراحة ما بشوف أكترك وما بشوفها وحشة، راح تكون كارما حلوة. بشوف حظ بصراحة، الحظ بجانبك يعني، وممكن تلاقي توأم روحك.
توأم روحك، ممكن تلاقي توأم روحك في هالشهر حبايبي، يعني يا برج الجدي راح تلاقي توأم روحك هالشهر، وأنك متربط وأنك عيونك مغمضة، ما راح تبقى في هالطاقة، ما راح تبقى في هالطاقة الزعل، وهالطاقة يعني طاقة الزعل وطاقة الاكتئاب وطاقة الأفكار السلبية، وهيك ما راح تبقى. شوف شهر 7 راح ينفتح لك باب انك تلاقي توأم روحك، بس فتح عيونك منيح من شان تلاقي الشخص المناسب. راح يجوك عروض كثير، بس واحد فيهم لا راح يكون مناسب، لازم تصب الاختيار. ممكن هذا الانسان اللي راح يكون مناسب ممكن يكون برج ترابي اكثر شيء، يعني ثور او جدي او عذراء. كمان بشوف لازم تجلس مع روحك، لازم تعطي روحك الأولوية وتريح نفسك نفسيا وتنام، انك يعني ما بحس كأنك ما بتنام كثير، يعني عندك الأرق، يعني ما بتقدر لما تيجي الليل وتنام ما تقدر تنام، عقلك يخدم يشتغل 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 ما عم يوقف، يعني بيفكر يفكر يفكر. وانا بصراحة بعرف ان برج الجدي على طول عقله بيشتغل، ما بيوقف تفكير بصراحة برج الجدي. بعدين بعض الاحيان بحسها كأنك يا برج الجدي بت يعني اذا رح اقولكم يعني بت ازاي رح اوصل لك الفكرة، يعني بتصير اوفر لما تفكر كثير، يعني بتكثر من التفكير لدرجة انه ما لازم تكثر منه لانه بيرجع لصحتك سلبيا. اوكي حبيبي، بس بحسك انه رغم راح تلاقي توأمك وكل شيء، بس لسه انت باصص عن الماضي. ليش؟ لسه باصص عن الماضي. شوف درجة كيف بيطلع بعيونه، لسه بتبص على الماضي وعلى الاشياء اللي راحت، رغم انك راح تلاقي توأمك، بس الماضي لسه مخلي اثر جواتك. فهمتوا علي حبيبي؟ بشوف كمان انكم راح تكونوا مستقرين، يمكن لما توصل واحد استقرار مادي، من شان هيك انكم حاليا تحسوا كانكم مستقرين ماديا، فيكم كثير بيفكر بالزواج لانه مستقر، بيحس كانه مستقر ماديا. اوكي حبيبي، هالشهر راح تلاقي توأم روحك بصراحة، توأم روحك راح تلاقي هالشهر، بس حاول تفتح عيونك، والكارما لصالحك، يعني الحظ لصالحك مو ضدك، لصالحك، حاول تستغل هيدا الشي. اوكي، طاقة ترابية، طاقة ترابية وجميع الأبراج وطاقة هوائية وبرج الدلو. اوكي هلا راح نروح ماليا حبايبي. وقع الكروت، اسف حبايبي راح احبس الفيديو، يعني اجمع الكروت وانا معاكم. اوكي حبيبي، وقعوا الكروت، يعني جمعتهم. اوكي هلا راح نشوف عمليا عند برج الجدي شو راح يصير عند برج الجدي. برج الجدي في العمل والمال بصفة عامة، حسك كأنك في العمل راح يجيك مال، راح يجيك مال، راح يجيك، يعني قلت لكم انتو وصلتوا لاستقرار مادي زي ما قلت لكم في الاول، يعني انتو وصلتوا لاستقرار مادي، ما يعني رغم انكم وصلتوا لاستقرار مادي وبدكم تتزوجوا،
اكثر فيكم يعني ملك مو الكل بدكم تتزوجوا، لانكم بتحسوا انكم مستقرين ماديا، بس لسه متحس يعني لسه متمسكين بالاشياء اللي مضت، وبتتحسروا وبتطلعوا وبتتفكروا يعني الذكريات. بس حبايبي بعد عن كل هالشي راح يجيكم مبلغ من المال. اذا كنتم يعني سلفتوا حدا مال، او حدا راح يعطيكم مال، او انكم راح تترقوا في عملكم، راح يجيكم مال ما يعني ما كنتوش انتم متوقعين هالمال راح يجيكم هالشهر. اذا كنتم يعني يعني شخص ما سلفتوه يعني يستلف من عندكم مال، راح يردهم لك، وممكن يرد لك فوقهم اكثر يعني من المال اللي اعطيته. كمان راح تترقى، يعني راح تترقى في منصبك، واللي مش عنده شغل بحس هو راح تجيه فرصة صراحة مو كتير منيحة، بس راح يشتغل، راح يكون فيها شوية تعب، بس في الآخر راح يشتغل. بالنسبة للناس اللي مو بيشتغلوا اللي بيبحثوا عن عمل، حس كأنك في العمل يعني راح تتواصل مع ناس كتير، ناس ممكن مو يكونوا من جنسيتك، من جنسيات يعني غير عربية، أو من عرب بس دول مختلفة، يعني مو من مدينتك ومو من بلدك. يعني مثل المغرب راح تعرف واحد عن واحد لبناني أو مصري، أو فهمتوا علي حبيبي، أو ممكن مصري يتعرف على حدا من مصر، حد يتعرف على واحدة من أمريكا، واحدة من روسيا، فهمتوا علي حبايبي؟ هيك يعني هالطاقة، يعني راح تعرف ناس كتير ممكن مو من جنسيتك، أو من بلدك، أو مو من دينك، ممكن يكون كمان الديانة مختلفة. يعني راح تتواصل هالشهر مع ناس كتير، وراح توصل في الآخر إنك راح توصل استقرار مادي. اوكي حبايبي، هلا راح نروح للصحة، اسمحوا لي حبايبي، للصحة راح نشوف للصحة، صحيا شو راح يصير مع برج الجدي صحيا حبايبي. زي ما قلت لكم ممكن يكون اكثر شيء يعني اختلاف يعني مع شخص ما في الديانة او في المعتقد او في طبقة، يعني طبقات المجتمع، او بس ما بآمن بصراحة، يعني ما بآمن بهي الفكرة يعني بتاعت طبقات المجتمع يعني بصراحة. اوكي، او عقائديا او دينيا او في البلد او في الثقافة، يعني في اختلاف ما. اوكي اني وين، هلا راح نشوف عن يعني عن الصحة. بصراحة بشوف ممكن يجيكم تواصل اللي راح يزعلكم ويخليكم كلام، ممكن كلام اللي يخليكم انتو زعلانين يعني متضايقين جواتكم، متعصبين متنرفزين، ما تعجبكم بعض الحكي راح تسمعوا، ما راح يعجبكم. منشان هيك بحس كأنكم راح يصير يوجعكم راسكم، ممكن من هالكلام اللي راح تسمعوه راح يوجعك راسك، ما راح تحب تسمع هالكلام. راح يوجعك راسك بصراحة، هيدا الشي اللي بشوف راح يوجع براسك. وكمان بشوف منكم خد بالك، يعني مو كتير بس خدوا بالكم، يعني اللي من برج الجدي وعنده سيارة يعني خد بالك اذا تعمل حادثة بالسيارة. اوكي بصراحة انا بنبهكم، ما بتفايل عليكم او هيك، بس بنبهكم مشان تاخدوا بالكم، فهمتوا علي حبايبي؟
يعني بصراحة هذا الشيء اللي بشوفه، ويا ربنا يبعد عليكم البلاء وأي شيء مو حلو يبعد عنكم. أوكي حبايبي، هيدا الشيء اللي طلع يعني في الصحة. اللي جديد في القناة دايما بقولها، يعني اللي جديد في القناة يضغط على زر الاشتراك، واللي قديم يضغط على زر الإعجاب، واللي جديد يضغط كمان على زر الإعجاب. وبحبكم حبايبي، I love you. واكتبوا لي في الكومنت إذا القراءة مشت معاكم بنسبة كام، وقولوا لي إذا توقعت بدكم يعملها كيف يعني. وبحبكم حبايبي كتير، I love you. أشوفكم في